السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه حلقه نخصصها للحديث عن اشكاليه الفراغ الامني في عدن والتبعات المترتبه بعد منع الحزام الامني الاسر النازحه من دخول المدينه. وجه رئيس الحكومة أحمد بن دغر النقاط الأمنية بالسماح بدخول عشرات الأسر النازحة من المحافظات الشمالية إلى عدن، ذلك بعد أن احتجزت قوات الحزام الأمني عددا من الأسر النازحة في مداخل المدينة. وقال بن دغر أنه ليس من القانون ولا الأعراف والتقاليد والأخلاق منع الأسر النازحة من دخول العاصمة المؤقتة. تأتي هذه الأحداث في ظل فراغ أمني تعيشه المحافظة، حيث اغتيل نائب مدير قسم شرطة الشعب والضاحى الجهوري ومرافقه برصاص مسلحين مجهولين. ويعد الجهوري واحدا من أبرز القيادات الأمنية في عدن. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: الآثار المترتبة على منع النازحين من الدخول إلى عدن وأبعاد الفراغ الأمني وإشكالية تداخل وتصادم الأجهزة الأمنية هناك. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش. مرة أخرى يعاود الحزام الأمني مهمة التنغيص على الوجود الرئاسي في عدن. لا يحتاج الأمر بالنسبة إلى هذا التشكيل الأمني التابع للإمارات أكثر من إغلاق لنقاط العبور المؤدية إلى العاصمة السياسية المؤقتة للبلاد، حتى يكشف عن حجم التأثير الميداني للسلطة الشرعية في المناطق الجنوبية المحررة. العشرات من الأسر القادمة من المحافظات الشمالية ومعظمها من الحديدة عالقة في مثلث العند بسبب منعها من المرور من قبل الحزام الأمني. الأطفال والنساء يواجهون ظروفا قاسية في هذه النقطة الواقعة إلى الشمال من محافظة لحج. يتركز معظم العالقين بالقرب من مصنع السمنت الوطنية، حيث يواصل مختار النوبي قائد الحزام الأمني هناك منع عبور هذه العائلات باتجاه مدينة عدن، فيما لم يسجل حتى الآن أي رد فعل من جانب وزارة الداخلية التي كان الوزير الميسري قد أكد أنها تمضي قدما في توحيد القرار الأمني وإلحاق التشكيلات الأمنية الحالية في إطار القرار السيادي للسلطة الشرعية. إجراءات الحزام الأمنية التي تعتبر الأحدث في مسلسل استهداف القادمين من المحافظات الشمالية دفعت برئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن دغر إلى توجيه انتقاد لهذه الممارسات واعتبارها فعلا خارجا على القانون، وذلك في منشور رصد في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. رئيس الوزراء اعتبر أن تعريض الأطفال والنساء والشيوخ للأذى عمل محرم، وطالب الجميع بالقيام بواجبه كل من موقعه ومسؤوليته، ووجه النقاط الأمنية أينما وجدت بالانصياع للقانون وإفساح الطريق أمام المواطنين وتسهيل دخولهم إلى عاصمة اليمن. المراقبون ربطوا بين هذا التصعيد المحرج للرئاسة اليمنية وللحكومة وبين عودة قيادة ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إلى عدن على نحو يؤشر إلى بداية أزمة جديدة، تشير بعض الأنباء إلى أن لها علاقة بالتطورات العسكرية والسياسية المرتبطة بمعركة الحديدة. انتقادات واسعة عبر عنها يمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا مسلسل الاحتجاز غير المشروع لمواطنين يمنيين عند مداخل عدن سلوكا عبثيا في وقت اليمن فيه بأمس الحاجة إلى تجاوز المنعطف الخطير جدا الذي يمر به بتأثير السياسات غير الرشيدة والتقديرات الخاطئة والتصور المشوش حول ما يتعين أن يكون عليه مستقبل هذا البلد. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. دكتور مساء الخير. مساء النور. أهلا بك دكتور. يعني احتجاز النازحين ومنعهم من دخول عدن وأيضا عودة الاغتيالات في المدينة، هل هذه مقدمة لعودة الصراع الأمني والسياسي في المحافظة؟ ونتمنى أن لا يكون ذلك، لكن في الواقع هناك مؤشرات في اليومين الماضيين بنوع من التوتر المتصاعد على الميدان أمنيا وكذلك في مواقع التواصل وعلى المستوى الإعلامي. هناك نوع من التحريض، هناك مؤشرات نتمنى أن نكون مخطئين في قراءتها، تشير إلى أن هناك من لا يريد الحكومة أن تستقر في عدن، وهناك من لا يريد الرئيس الجمهورية أن يظل في عدن. أعتقد الممارسات التي مورست ضد الأسر النازحة من الحديدة والتي توجهت في طريقها إلى عدن من قبل نقاط أمنية يتبع الحزام الأمني
ربما تصب في ذلك، لأنه لا يمكن أبدا أن نفهم أن هذه الممارسات تأتي في إطار الإجراءات والإحرازات الأمنية، لأنه شيء مضحك أن يقول محسوبون على الحزام بأن ذلك يأتي في إطار الاحتراز من تسلل قوات تابعة للإخوان المسلمين أو للإصلاح أو لنائب رئيس الجمهورية الفريق الأحمر. الشماعة أصبحت مهترئة عندما نريد أن نحمل طرفا ما مسؤولية ما يجري، أو الأضحك من ذلك أو الأكثر إضحاكا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التشديد على في محاولات منع تسلل الحوثيين إلى عدن، وهذا كذلك عذر أقبح من الدم. ما يجري الآن له علاقة ربما بما يجري في الحديدة، هناك جهات ربما لا تريد أن تحسن، هناك جهات ربما تخلق الأوراق في الحديدة، هناك من لا يسرهم أن يتقدم الجيش وأن تضع الدولة سيطرتها على الحديدة لأسباب متنوعة. أيضا كما قلت في البداية ربما توجه لتوتير الأوضاع في عدن من أجل أن يعود الرئيس هادي إلى الرياض مرة أخرى يخلو الجو لهم. نعم، لكن دكتور يعني إذا ما عدنا، هناك تصريح كان قبل يومين لوزير الداخلية بأنه سيتم دمج قوات الحزام الأمني، وهذا دليل على يعني تسوية الوضع ما بين الإمارات وأيضا السلطة الشرعية. اليوم يعني عملية احتجاز النازحين من قبل هذه القوات والعصيان للقرارات وأيضا عدم الاستماع لتوجيهات رئيس الوزراء، يعني ماذا يسمى ذلك؟ هل نفهم أنه يعني عاد التوتر مجددا في العلاقة ما بين الإمارات والسلطة الشرعية في اليمن؟ وطبعا المستفيدون من الوضع الامني في عدن، المستفيدون من عدم دمج الاجهزه الامنيه في ضمن وزاره الداخليه، المستفيدون من الفراغ الموجود، المستفيدون من غياب الشرعيه والرئيس هادي عن عدن، هم بالتاكيد هم الذين يعملون على خلط الاوراق. التوجيهات واضحه بضروره، والاتفاق ايضا واضح بدمج الاجهزه الامنيه ضمن وزاره الداخليه، وهذا كان تم مناقشته ليس أثناء زيارة الرئيس إلى الإمارات، ولكن وحسب، ولكن أيضا نوقش قبل ذلك عندما ذهب وزير الداخلية إلى هناك. لكن نحن ربما نفهم أن هناك من لا يريد لهذه الإجراءات أن تتم على المستوى الميداني أو أن تتم على مستوى القيادات الصغيرة أو القيادات الأخرى داخل الحزام التي لا تريد. هناك طبعا تعرف أن هناك نوعا من تضارب المصالح، هناك أيضا نوعا من الخشية السياسية الذين تابعون للمجلس الانتقالي أو الذين يؤيدون الحزام الأمني لا يريدون لعملية الدمج أن تكون على حسابهم، بمعنى أن يفقدوا امتيازات معينة كسبوها خلال السنوات الماضية، وكذلك الدولة أو ممثلة بالشرعية لا تريد كذلك أن تأتي عملية الدمج بتمكين قيادات معينة يعني ربما تشكو منها تنازعهم. نعم. وبالتالي هي عملية حساسة، أعتقد أنه يجب أن يحدث فيها نوع من التوازن ونوع من مراعاة الحساسية، وأن يكون هناك جهاز وطني خالص لا ينتمي حزبيا ولا ينتمي أيديولوجيا، وإنما يكون جهاز أمني أو جهاز أمني خالصا مهام أمنية وإبقاء وزارة الداخلية، هذا حسب ما تم التوافق عليه. نعم، إذا ابقى معي دكتور، سأشرك معنا في الحديث المحلل السياسي فهمي السقاف. سيد فهمي مساء الخير. سلام تندور، حياك. اهلا بك سيد فهمي. يعني احداث عديده تعيشها العاصمه المؤقته عدن على المستوى الامني وايضا السياسي، فراغ امني ومنع النازحين ايضا من الدخول، ما هي التبعات المترتبه على كل هذا؟ طبعا التبعات المترتبه على كل هذا، اولا المشكله هي خلل العلاقه الموجوده بين الشرعيه والقانون وتحديدا الامارات. هذا الخلل كل النصاب عام الامني السياسي الاقتصادي ومشهد. فمساله منع النازحين، منع هو يقدم رساله سيئه، رساله سلبيه جدا، مش للنازحين او ذويهم او المواطنين اليمنيين الاخرين اللي متواجدين في مناطق النزاع، لا بل حتى يقدم هذه الرساله سيئه للعالم كله. عندما تدمر مدن هؤلاء وقراهم ومزارعهم والى اخره وينزحوا من اماكن النزاع لم يجدوا من يستقبلهم. هنا تكمن الفارقه. هذه الدوله يفترض انها مسؤوله عن كل مواطن يمني، وهذا التحالف الذي اتى على اساس انه يساعد هذه الدوله
ينبغي ان يكون ايضا على مستوى المسؤوليه هذه، لكن للاسف الشديد كل التحالف له مشروعه الخاص الذي اتى من اجله ولا يشترك بمعاناه اليمنيين حقا، وبالتالي يتصرف على هذا النحو. هو يلفت الانتباه لهذه النساء التي يتلقاها الناس في المعابر ومناخ مدينه عدن ومداخلها، انما هو من باب اسقاط العتب واسقاط الواجب. يعني رئيس الوزراء يدرك تماما انه هذه القوه الامنيه التي ماسكه لما تمسك مناخ عدن ومداخلها لا تتبعه، وبالتالي لن تعتمر بامره، وحين تكمن ايضا مشكله اخرى. رئيس الوزراء يقول نعم قد عمل ما عليه، لكن هو يدرك تماما انه هنا مسؤوليته لها او اوامره ما تمشيش، يعني مشكله حقا. فبالتالي الجانب الامني ايضا هو مرتبط بالعلاقه كل، يعني الجانب محلات خاصه حق الكوفيات وهكذا تحرق ويتم تهديدهم والى اخره، اين الامن؟ نائب مدير شرطه كريتر شرطه الشعب يعني يقتال نهارا نهارا، اي عن اي امن تتحدث انت؟ زميلنا الصحفي فتحي يخطبه من داخل جونة كالتكس ويرمى في احد السجون الخاصه، عن اي امن تتحدث؟ يعني يبقى ان الحديث عن امن مجرد وهم وخيال لا اساس له على الواقع للاسف الشديد. لكن لو تحدثنا عن او ركزنا على نقطة ان النازحين، يعني يفترض يعني قضية كهذه لا تدخل في اطار الصراع القائم بين الشرعية والامارات، القضية هنا تتعلق بجانب انساني وجانب قيمي واخلاقي بشكل اكبر، يعني لماذا يتم احتجازهم و يعني ايقافهم لعشرات الساعات وهم ونساءهم واطفالهم؟ للأسف الشديد يا أستاذ أنت تتحدث عن الجانب الإنساني. من يكترث للجانب الإنساني هنا؟ هل من يقيم السجون السرية ويعتقد ويعذب ويعذب الناس هكذا دون سند أو دليل أو اتهام حتى مثبت؟ نعم. يكترث للشأن الإنساني أو الأمور الإنسانية؟ هذه لا تعني بالتأكيد. طيب سأعود إليك سيد فهمي، أذهب للدكتور محمد جميح. دكتور، إلى أي حد يمكن أن تعمل هذه التطورات الأخيرة في عدن على التأثير على المعارك في الساحل الغربي والحديدة تحديدا؟ طبعا يعني كما في عدن يؤثر بشكل طبيعي على المعارك الحديدة، لأن لو لم يكن لهذا الوضع الناجم الا الارباك الاعلامي واللغط السياسي الموجود، لكن ذلك كافيا بان يلقي بظلاله على المعركه هناك. هناك للاسف الشديد من يطرح بانه على سبيل المثال الرؤيه العمالقه لماذا تفتح الحديده؟ لماذا بعد ان انجزت المهمه في الجنوب لماذا تشارك في معركه تحرير الحديده على اساس ان الحديده تنتمي لبلد اخر؟ وفي الوقت ذاته ياتي مثل هذه الاجراءات من اجل شغل الناس بموضوع داخل عدن او داخل الجنوب للفت الانظار عما يجري في الحديده وعن الترتيبات اللازمه لانجاز المهمه هنا، لانه ان انشغلت الحكومه بمعارك جانبيه داخل عدن مع الحزام الامني او مع المجلس الانتقالي او مع كائن من كان، فلا بد ان ذلك سيؤثر على الاداء هناك في الحديده. صحيح ان القوات الاماراتيه تتولى بشكل كبير عمليات الدعم والدعم اللوجستي والطيران وما الى ذلك، لكن تفجر الوضع في عدن لا سمح الله لا بد انه سيؤثر على عمليات الحديده وسيشغل الناس بشكل كبير. دكتور، في مساله الرئيس هادي، يعني هل تعتقد انه يعني بوجوده في العاصمه المؤقته عدن سيشكل حل لهذه الأزمة ومن ثم تغيير مشهد الصراع الحاصل هناك، أم أنه يعني نقطة الصراع بحد ذاتها؟ أنا أعتقد أنه يمكن أن يبنى على زيارة الرئيس إلى الإمارات، أن يبنى على نتائج اللقاء. يمكن أن تكون الزيارة مثمرة ويمكن أن تكون غير مثمرة إذا ما نظر إليها على أساس تكتيكي.
لأنها من أجل تمرير أهداف محددة وتكتيكية، فلا بد أنها تفشل. أما إذا ما نظر إليها على أساس أنها ينبغي أن تكون حجر الزاوية في إعادة تصحيح العلاقة بين الحكومة وبين قوات التحالف العربي، والتي يمكن أن تؤدي إلى وجود دائم وثابت الحكومة اليمنية على أرضها وفي وطنها، سيمكن أن تكون نتائج إيجابية وملموسة. اليوم الرئيس هادي بإمكانه أن يتحرك، بإمكانه أن يجري لقاءات مع حتى مع خصومه السياسيين، بإمكانه أن يستوعب يعني القيادات في الحزام الأمني أو في المجلس الانتقالي. في عدم يمكن للرئيس هادي أن يفتح أن ينبت على حوار سياسي أثناء هذه المرحلة ولو خلال هذه الفترة من أجل امتصاص أي اختناقات أمنية يمكن أن تحصل أو انسدادات هنا أو هناك من أجل أن لا تؤثر على مسار الأحداث الحدودية. يمكن الرئيس هادي أن يفعل ذلك الموضوع، ويمكن أن نستفيد منه على المستوى أدائه السياسي وعلى المستوى الوطني بشكل عام. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيلا الدكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا من لندن. إذن مشاهدينا عدنا مجددا ونرحب بالصحفي صلاح السقلدي. سيد صلاح مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء أهلا بك سيد صلاح. إذا ما تحدثنا عن النازحين، ما هي أخبارهم بعد توجيه رئيس الحكومة بسرعة السماح لهم بالدخول إلى العاصمة المؤقتة؟ ما هي المعلومات المتوفرة لديك؟ نعم، رغم الشيء الذي حصلت اليوم وامس في عدة نقاط على حكومة عدن، المتهمين قد دخلوا وكذلك هناك معلومات لديها بين المقاطع الكبيرة قد قامت عدة اجراءات لاستقبالهم و تقديم ما يجب تقديمه لهم. نعم، على مستوى التنفيذ هل توجد إجراءات ميدانية وأيضا استجابة من قبل الأجهزة المسيطرة على الأمن لدعوات التي أطلقها رئيس الوزراء؟ نعم، لا أخفي سرا أن موضوع النازحين وموضوع تدفق المواطنين من عرض الشمال إلى عدن هناك تداخل الأمر مع الموضوع الثاني، فكثير من الحالات في تعز أو الحديدة يتدفق الآلات أو المئات من النازحين ويكون هناك الهاتف الأمن المسيطر. كثيرا من الضغوط المحاولة على تشهد اختلالات كثيرة في الجانب الأمني، وبالتالي يكون هناك انتهاك كما أنها تعيق وصول النازحين ويحصل هناك طيب سيد صلاح، يعني إذا ما تحدثنا عن دور وزارة الداخلية مما يجري، يعني عملية الاغتيالات وأيضا التصرفات الفردية إذا ما سميناها في مداخل المدينة وعدم السماح لدخول النازحين إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما هو دور وزارة الداخلية مما يجري في إطار الوضع الأمني وأوضاع النازحين؟ نعم، إذن هناك مشكلة في سماع الصحفي صلاح السقلدي. أشكرك جزيلا. سينضم إلينا الناشط السياسي حيدر الكاظمي. سيد حيدر مساء الخير. أهلا بك سيد حيدر. أهلا بك سيد حيدر. يعني احتجاز العشرات من الأسر النازحة ومنعها من دخول عدن وتوجيهات من رئيس الحكومة بسرعة إدخالها، ما هي مستجدات المشهد حاليا في عدن؟ سيد حيدر هل تسمعني؟ نعم، إذا مشاهدينا يبدو يعني أننا نعاني مشكلة كبيرة في الاتصالات في الداخل اليمني في العاصمة عدن وبقية المحافظات.
إذا سنضطر لأن نختم حلقة الليلة. أشكركم وأشكر ضيوفي الدكتور محمد جميح كان معنا من لندن، وأشكر أيضا للمحلل السياسي فهمي الثقافة الذي لم نستطع أن نكمل معه. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم البرنامج حتى نلتقي في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله.